السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قطر يعمل الإماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله يا جماعة قلت أوريكم الزغليل، ما شاء الله عمره شهر أهو، أو أقل من شهر. بصوا شكل الزغليل عامل إزاي، ما شاء الله تبارك الله. بدأوا ينزلوا ينقروا أهو، بدأوا ينزلوا ياكلوا، وبدأوا الريش يكمل فيهم أهو. تمام التمام ما شاء الله عليهم. دي حلاوة اليمام الإماري يا جماعة، سرعة النمو ومزيد من الإنتاج ما شاء الله تبارك الله. بصوا الزغلول ما شاء الله، يمامة كاملة اهي، بس طبعا تفرق السنة اهي. والزغلول التاني مثيله وشكله وفرابوه اهو، ما شاء الله تبارك الله اهو، من انتاجنا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. الديل والجسم حتى هو بيأكلهم اهو لسه، فانا هدخل ده برضه اشيلكم معاه اهو، ما شاء الله تبارك الله. التجارة فيه حلوة طبعا ومكسب، لو وفرت له الحاجات اللازمة ليه هتلاقي منه أحلى إنتاج وأحلى تجارة وأحلى تربية. لو أنت منتج وتحب الزغاليل وتحب الشبابات وتربي عندك كمية ما شاء الله هتديك وتكتفي، عايز تهادي بيه هادي، عايز تتاجر فيه تاجر، عايز تعمل كذا جوز وتطلع كذا زغلول وتبيع وتشتري ما شاء الله. والاسعار دلوقتي طبعا كل حاجه عليت، والكلفه عليت، واكل العصافير علي، وكل حاجه غليت. فبالنسبه للحاجات دي طبعا اسعارها ثابته وعليت شويه. طبعا جوز زغليل دلوقتي انا كنت في السوق جوز بتكلم الزغليل بس ب100 جنيه و90 جنيه و80 جنيه على حسب مثلا حلاوه الزغلول، اذا كان ريشه بايظ جسمه ضعيف شويه معضم شويه. لكن ما شاء الله تبارك الله، يعني منتج وما شاء الله سريع النمو وسريع الانتاج، يعني مش عايز اقول لكم يعني ما شاء الله عليه، يعني الله اكبر. زي ما انتم شايفين اهو ايه اللي احنا نوصله لكده، اللي هو منتج وكويس و يعني ما فيش مشاكل فيه. اول حاجه طبعا انت بتنقله وتجيب جوز الشغال محترم النظيف، تنقيه اللي ريشه ناعم، اللي ما يكونش كمشان في القفص وانت بتجيبه، تلاقي الدفر زايف، تلاقي النتايه مثلا زايفه او مش زايفه، زفتها خفيفه، وقفتها مظبوطه، ضوافرهم مش متقطعه، جسمهم نظيف، تكون صدرهم مش معضم، تعرف تنقي الجوز المحترم كده. وبعد كده تبتدي تاخدهم وتحطهم مثلا في عين او سلاكه مقاس 35x35 او 40، وكل ما تكبر العين كل ما يبقى احلى ليهم طبعا. وبعد كده توفر لهم الاكل المناسب، ده غرفة الحمام، اكل العصافير، المياه بتاعتهم، ما تزودش طبعا فيتامينات ولا كالسيوم عشان كتر الحاجة ما تكونوا كويسين بتضرهم هم. فانت ما تكون حاجة كويسة عندك ما بلاش تحط ايه الادوية والحاجات. فانا بقول لك الحاجة دي يعني ما شاء الله مربحة. قلة الماسك دي اهم حاجة يا جماعة، مش كل شوية امسك النتاية اشوفها موسعة باضت عليها بيضة، اقلبها اشوفها معضمة، كل الحاجات دي بتأخر عندك الاطمئنان بتاع اليمامة في المكان، بيخليها تتأخر في البيض، فهي بتبقى خايفة فايه ما بترضاش بيض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله المعدة مليانة اهي اهي، ما شاء الله الاكل فيها اهي، والفرد مظبوط وصدره مظبوط، ما فيهوش اي شقفة، ما فيهوش اي عظمة. بص بقى لسرعة الانتاج، دول اللي كانوا بيكسروا مرة في الفيديو وبعضوا مرة وبوظوا البيض مرة، او المرة التانية بتحضر اهي النتاية، والدفر اهي قدامه الاكل اهو بياكل اهي النتاية لسه اي حاجة بتحضر. طبعا اليمام يا جماعة طول الموسم شغال ما بيوقفش، غير لا قدر الله النتاية ماتت، النتاية طارت، الدكر طار، الدكر مات، مثلا وقفوا يريحوا شوية مثلا قد 20-25 يوم، شهر بكتير او يريحوا، بعد كده يشتغلوا تاني. طول السنة شغالين ما فيهمش اي مشاكل، يقدر الله برضك يكونوا عندهم برد، عندهم معوي، الحاجات دي الحاجات البسيطه دي، لكن طول السنه ما شاء الله لسه شغال. وبرضك هوريكم جوز زغليل تاني كنا مصورينه. بصوا يا جماعه اللي كنا عمالين نصور من يومين 3-4 عمر 3-4 ايام، بصوا ما شاء الله الزغليل بقت عامله ازاي، ادي الزغلول اهو، بصوا ما شاء الله تبارك الله عامل ازاي، الله اكبر عليه، يعني حاجه ما شاء الله عليها. دول طبعا كانوا مطلعين حتتين بس في حته فيهم ماتت الحمد لله، يعني هي بتموت يعني ما ماتتش، فبلاش اصورها يعني مدروخه وكده تبقى شكلها مثلا سيء في الفيديو وكده. ما شاء الله تبارك الله، يعني ايه برضك ايه حاجه كويسه.
زي ما انتم شايفين اهو. هنروح للقص التاني برضك اللي كنا مطلع ده، عمر يا جماعه 3 4 ايام برضك، ما شاء الله تبارك الله. بصوا الزغليه يا جماعه عامله ازاي، مش عايز اقول لك يعني ما شاء الله تبارك الله، سرعه نمو واكل وميه، ولا تقول لي بقى فيتامين ولا كالسيوم ولا اي حاجه، كل حاجه بطبيعتها اهي، وكل حاجه ماشيه ما شاء الله تمام المظبوط كله بفضل الله طبعا، الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، حاجه يعني ايه ماشيه بطبيعتها كده، لا دواء ولا فيتامين ولا اي حاجه. وفي اللي بيحضرهم تحت اهو، وفي اللي دول بتحضر النتايه كمان، والنتايه دي برضك كانت بتحضر من شويه بس كانوا قاعدين ولسه ما فيش يعني، قاعد تحت عمال يندها. طبعا هجيب لهم قش ان شاء الله بامر الله واحطه لهم، طبعا القش بيحننهم بطريقه فظيعه. طبعا هوريكم الجوز بقى اللي كانوا بايدين بيضه واحده وكانوا بيجهزوا ما شاء الله، برضو البطين وتمت تمام وقعدت واستريحت ولمت قشها وتمت تمام. ادي اهو البطين ما شاء الله تبارك الله اهم كده، انا سبتهم براحتهم وفرت لهم الهدوء، ما مسكتهمش. امسكهم امتى؟ اما الاقي النتايه مثلا كمشانه، الاقي مثلا رافعه رجل ومنزله رجل، اشوف رجلها ايه، منزلها جناح حتى اشوف جناحها ايه، حاسس ان هي مش مظبوطه امسكها اقلبها. لكن طول ما هي ما شاء الله واقفه هي سليمه، اهشها هنا بتجري وتتحرك ولما ريشها ومظبوطه خلاص انا امسكها ليه. بصوا يا جماعه، لما تكون العين واسعه وجميله ما شاء الله بتحافظ على اليمام، تريشهم والديل بتاعهم ما يتقصفش او يتبل ميه. انا عندي برضك في عيون كده بتقصف ريشها وتلاقي على طول ديلها مبلول ميه من كتر العين الضيقه، عشان دي بتبقى عين عصافير اللي هي السلكه دي، بتبقى عين عصافير اصلا، فانا بحطهم فيها فبتبتدي. بصوا الديل بيجي على طول على السلك ازاي اهو، بصوا تلاقي ريش اتقصف مثلا، بتلف تلاقي خبط في الميه، تلاقي ريش مبلول، حاجات زي كده ايه كتير. احنا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله يعني اهو زي ما انتم شايفين اهو الدخر تحت وبيندى على النتايه اهو، طول ما الدخر تحت وبيندى على النتايه اعرف ان هم ايه خلاص ايه قربوا بصوا طالما بيندى الدخر على النتايه اعرف ان هم خلاص ايه بيحضروا ما شاء الله تبارك الله اهو. ده الموسم يعني بتاع الدنيا كلها اللي بيقولك الطيور، موسم اول الشتاء اهو، واحنا ما شاء الله في الشتاء اهو، فانت استغل النقطة دي، شوف المشاكل اللي عندك حاول تحلها بأسرع ما يمكن. احتاجته مثلا واتس فون نصور مع بعضينا وتشوف ايه المشاكل ونحلها مع بعض، احتاجت اي سؤال في اي حاجة كتير في تعليق الفون انا على طول اللي بيطلبوا مني بديهوله، ومتأخرش الحمد لله في الرد وكده، ونجاوب على بعض ونسيب بعض يعني كده ايه مفيش اي مشاكل. ويا جماعة يعني سؤال كده جالي برضك من صديقنا برضك على اليوتيوب، يعني اليمام بيبيض طول السنة ولا ايه؟ طول الموسم يا جماعة شغال اليمام، طول الموسم شغال زي ما انا قلت لكم، بس ما يعقوش غير التعب، الموت لا قدر الله، حاجة طارت منك، الحاجات دي كلها هي اللي ممكن تعيقه في البيض. لكن بعد كده ما شاء الله تبارك الله شغال مفيش اي مشاكل اهو. الزغاليل ريشت وتمت تمام، يا دوبك يتعلموا الاكل هشيلهم على طول، بحيث ان انا ايه اخد العش اللي بعده، بحيث ان انا استغلهم. وانا الحمد لله اللي انا ايه طول الموسم اللي انا بشغلهم، ما بعطلش مثلا اقول لا انا هريحهم في الصيف ولا كده، لا طول الموسم ما شاء الله بريحهم، صيف شتا خريف ربيع اي حاجه بشغلهم مفيش اي مشاكل فيه اهو. ده الدكر اهو بيندع على النتايه لحد ما اطير اهو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد، في اي حاجة في اي سؤال اكتبولي في تعليق، وان شاء الله ايه نتواصل مع بعض. دي طبعا مجموعة شغال على شبابات قافلين على وش شغل يعني، وفي منهم شغال طبعا ملهمش مكان، هظبطلهم مكان برضك وننقلهم بحيث ان هما ايه استغل الموسم ده في الشغل. طبعا الاجواز اللي بتبقى جنب بعضها يا جماعه بتشغل بعضها، ده يزوف الدكر، ده يزوف ده يكسر، لا ده يكسر، ده يزوف، دي كله بيحمي بعض وكله بيزوف على بعض. بصوا يا جماعه النتايه بتتميز ايه بالدماغ الصغيره اهي، دي كده النتايه لو تشوفها من بعيد اهي الدماغ الصغيره. بصوا الدكر بتلاقي دماغه محمله ومربعه، بص النتايه وشها مسحوب لقدام وصغيره.
طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.